طيب أنتقل إلى سائل آخر يسأل، يقول حفظكم الله، يسأل عن في مثل هذه الأحوال من الأمطار والخير والبركة، ما هو الضابط الشرعي في القصر والجمع؟ القصر ما فيه قصر، القصر في السفر. طيب. ما هو في الأمطار. نعم. هذا من أحكام السفر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والضرب في الأرض معناه السفر. وأما الجمع في حال الحضر فيجوز في حالتين، في حالة المرض المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة يجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر في وقت إحداهما إذا كان هذا أيسر له، أو كان لا يستطيع الطهارة الوضوء المتكرر يتوضأ لصلاة واحدة ويجمع معها الأخرى قبلها أو بعدها، فهذا الجمع للمرض. والحالة الثانية في الحضر مع السيل، مع المطر الذي يبل الثياب، يبل الثياب، السيل المطر الغزير الذي يبل الثياب إذا خرجوا للمسجد أو رجعوا إلى بيوتهم، تعرضون لوابل المطر فتترطب ثيابهم ويتضررون بذلك، أو يصيبهم البرد بسبب ذلك، فيجمعون بين المغرب والعشاء. أما من يجمع لمجرد وجود الغيم أو يجمع لمجرد وجود الرذاذ اليسير فهذا لا يجوز له هذا، والأصل أن كل صلاة في وقتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا تقبل صلاة في غير وقتها إلا للجمع الجائز شرعا، وهذا الجمع الذي من غير سبب لا يجوز شرعا، فلا تقبل صلاته إذا قدمها أو أخرها عن وقتها. فليتنبه لذلك هؤلاء الأئمة الذين يتلاعبون بالصلاة ويتحملون صلاة من خلفهم لأنهم غروهم، فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وألا يجمعوا إلا في حالة يحتاجون إلى الجمع فيها حاجة واضحة. نعم. بعضهم يقول لإحياء السنة، بارك الله فيكم، ما هو سنة هذا؟ هذا مباح، الجمع مباح، ما هو من السنة. طيب. القصر هو الذي من السنة، أما الجمع فهذا مباح للحاجة، عند الحاجة. نعم.